صباح الخير. دلوقتي صحنا من النوم، أول يوم نبات فيه في الفندق. جابوا امبارح ما عرفتش أصور الباقي لأن الموبايل كان أصلا قطع شحن وحطيته في الأوضة. المهم حوار كبير يعني متشغلوش بالكم. دلوقتي هنطلع نفطر، نفطر نرجع لكم. الأكل هناك الصراحة تحفة. يا عم سلام، انتي أنا صاحي الصبح صحي. مفيش حد، رحت مشيت كده لحد الشط ورجعت. زرع العصافير، من الدنيا هنا جميلة. أنا صاحب الغردقة أكتر. امبارح نزلت البحر، انت المايه وصلك لحد هنا، ما دخلت حد برميل جوه، المايه وصلت لحد جوه. الناس كلها تقريبا نايمة، مشوف حاجز مكان في الأكوا بارك أو حاجة، مفيش حد في بتاع الأمن أصلا. ما حصل ولا حاجة بقى، أنت هو اللي نايم. الحمد لله الجو جميل أوي الصبح. هنا في جامع، الجامع أهو اللي حي. بس نشوف، خش هوريكوا الشط. بس تقريبا مفيش ناس كتيرة بتصحى الصبح بدري عشان تروح الأكوا بارك، عشان تروح كذا كده. الأكوا بارك بتفتح مواعيد من 10 لـ11، من 3 لـ5. ننزل من 3 لـ5، كانت روعة. حاول النهاردة أصور لكم الدنيا إيه اللي تعمل نفسك. ده جامع تاني متوحد أهو. الشارع الأول الحق عربية تخبط، مش عربيات أصلا تقريبا في الشارع الأول، مش عربيات. الناحية دي بعيدة، صباح الخير. حد صحي غير تعب، ممكن نعمل صح. افتح يمشي، ما كنتش زعلان. وده بقى شكل المنظر اللي انا شايفه دلوقتي. بس انا سيبت الكاميرا، شوف المنظر عامل ازاي. انا هروح الجزء التاني بقى من الفندق. عايزين الواحد لو صحي بدري بقى احسن. بلا اصلا انت مجروح مش قادر، وانا بتعشى انت على العشاء تقريبا. عشان الراحة، عشان الناس نمت. شوف كل دي مهمات اساسا الناس حطها ونروح البسين. طبعا البسين بعد المنظر ده بيحتاج له عمال نظافة كتير. تاخدوا الدراع دي. امبارح كان في حفلة، كان عيد ميلاد تقريبا او رأس شرقي، وكانت الدنيا حلوة. طبعا ممنوع حد ينزل دلوقتي لان مفيش
فاكر. هما الناس اللي واقفة على الشط دول بياكلوا، مش عارف اسمها ايه بس مبخدش بالي من الحاجات دي. اسمه ايه تاني؟ طبعا مفيش حد من العيلة هيصحى من الساعة 6 عشان ايه محدش ياخد مكانه او حاجة. مفيش حد، انت الاكوا بارك مقفولة يعني. نقف على الشط شوية، نحاول ناخد كام صورة كده حلوة بس. تصوير بنفسك هيبقى صعب، حتى لو معاك استنى بس هيبقى صعب. طبعا ده صنبور، ده صنبور، لا ده ورد، ده صنبور. انا اتلخبط في المتاهة دي بس يعني. دي شفت في عز الدولة ما كانش فيه ولا واحد على الشط، ولا جوا هنا تقريبا يعني ما فيش حد هيبقى على الشط يعني. ما كانش فيه ناس كتير من الاول من هالدو، ادي حرفيا مش هتلاقي واحد. ما فيش واحد، ما فيش واحد على البسين بس. لفة سودة والله، لفة سودة. واحد يصحى الساعة 7 الفطار، يفطر وياكل، بعد كده ايه توكل بقى يشوف يوم. بس حلو، حلو ان واحد لو قد اسبوع هنا يبقى حلو. يبقى ركبتها، تصويرها بعد النهاردة. امشي دراعي. انت بتمشي كتير، انا ماشي بتاع لا مش كتير عشان افضل بتاع 4 دقايق. شايف هنا الدنيا حلو هنا دي. ده هنا فيش فود، فيش فود ايه بس انا هوني فيش دكتور، مش دكتور. ده بيجيب سمك من شارع اسيا، بيبقى نوع كده مش عارف معين يعني. المهم ان هو قال لي هيعالج الاملاح وكده وكده. انا تحب تسال السيدة الأجنبية يعني لو بينجح؟ بقول له انت هو بينجح؟ قال لي روح اسالها انت بنفسك. بروح سالتها، لقيت لي بتقول لي لا هو ما بيوجعنيش، هو كيوت. ده حلو. في هناك كمان اجانب زي شرم، شرم اجانب اكتر. شكل ظلمت الناس، وفي ناس هنا حد شايفه يعني. اكوا بارك، اكوا بارك. مش عارف ايه ده يعني، ايه خاص بالبيكيني فقط؟ ايه ده يا جدعان اللي انتوا بتقولوا ده؟ مش هنا لوحدينا،
ده من رجع وده من رجع نظن. لا ولا حد يقدر يكلمنا يا باشا، ولا حد ليه حاجة علينا اصلا. طبعا دي مراكب، عايز تأجر مركب ماشي انت وصاحبتك، والله لذيذ. غربان ما تفقلش بيهم الصبح، أعدائي. وبلغة العصر أخصمي. شايفين المنظر؟ لا بس هاي ده مش تبعي. كأن الأرض مينة فاهم؟ لا ولا لا Thank you.